بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. قال الله تعالى في آي القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية ترفع الحرج عن الناس وتجيبنا عن سؤال محير طرحه الفلاسفة، طرحه العلماء منذ بدء الخليقة، من نهار اللي خلق ربي هذا الكون، هذه الحياة، طرح هذا السؤال المحير: ما سر الخلق؟ كيف؟ أي واحد يسأل علاه، يعني حياتنا قصيرة، بل هي أقصر من أن نقصرها، قصيرة ولو طالت، حياة قصيرة. يلي عنده 60، يلي عنده 70، يلي عنده 50، يلي عنده 20، المقبرة تعطينا الجواب. كل الخلائق، كل واحد ونكتب له ربي سبحانه الأجل. ولكن أكبر سؤال محير هو هذا: ما سر الخلق؟ كيف؟ قلت هو سؤال حير الفلاسفة، سقراط، أفلاطون، أرسطو، جون جاك روسو، الكبار عبر الحضارات، في الحضارة الفينيقية والبابلية والآشورية والرومانية والإغريقية، علماء، فلاسفة، فيزيائيون دخلوا في الخط، يعني ما عنده علاقة بالموضوع، حاروا. ولكن يأتي الإسلام فيجيبنا من ضمن الإجابات التي تزيل الحيرة هو هذه الآية اللي سمعناها من سورة الذاريات. عبر عنها بعض الناس، بعض الشعراء، أختار إلياء أبو ماضي هو أفضل من عبر عن هذه الحيرة وهذا التيه: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي، لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد النفس في حياتي أم مقود، لست أدري، إلى آخره. هذا أنموذج يعبر عن الحيرة والتيه التي يعيشها الإنسان بعيدا عن الوحي. يأتي الوحي فيجيب. من ضمن هذه الإجابات هذه الآية اللي سمعناها، الآية 56 من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من قوله تعالى أيضا نختار مثلا في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إليه، آية قراءتان، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا هو الأصل الأصيل الجامع بين جميع النبوات والرسالات، جميع الأنبياء اللي بعثهم ربي سبحانه وأعطى لهم هذه العقيدة اللي هي عقيدة التوحيد: ربي واحد ما عندوش شريك، يونوريسا شريك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن كأمة، ربي قال في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن كل هذه الآيات تجيبنا عن هذا السؤال المحير وتريح قلوبنا. وعلى بالكم هذه السكينة النفسية والراحة
التي يملكها المؤمن غير المؤمن برك، بدليل قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. شوفوا، هذه ثمرة من ثمرات الإيمان، السكينة. هو أي الله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم أن هذا الإيمان بالله عز وجل يقتضي أعمالا. ربي قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا نفهموا بعدما ارتاحت قلوبنا لهذا الجواب المريح للقلوب، اطمأنت قلوبنا، يلا الآن كيف نترجم هذه العبادة عمليا؟ هنا الامتحان، الامتحان الأكبر هنا. عندنا حياة واحدة كما رانا، جميع الكائنات جميع الخلق عندنا حياة واحدة. المؤمن الذكي هو الذي يحسن استثمار هذه الفرصة الوحيدة. ما كانش سيسيون دو راتراباج، ما كانش هناك دورة استدراك، عندنا واحدة. اللي شاطر يستثمر هذه الحياة فيحولها إلى مزرعة يزرع فيها واش يحصد يوم القيامة. أين يزرع ذي الدنيف أفي غلف ذي الأخرف. نقرأ كامل سورة الكهف الآية الأخيرة، الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه. شكون اللي يرجو لقاء ربه؟ هو المؤمن. ربي قال: فليعمل، ماشي رياح، فليعمل عملا صالحا. بالمناسبة ربي سبحانه لم يحدد عملا بذاته، اسمه العمل الصالح. العبادة بمفهومها الخاص تعرفوها، من صلاة وصيام وزكاة وصيام وحج، وهذه عبادة بمفهومها الخاص، هذه عبادات فرائض مكتوبات نحن ملزمون بها باش نحقق براءتنا أمام الله. لازم نؤدي هذه الفرائض وهي مرشحات للغفران. هاو فترة رمضان قدمنا غير مرشحات، يعني جميع الأعمال جميع العبادات درناها ونسأل الله القبول. ولكن العبادة بمفهومها العام الباقي، عمارة الحياة، أداء فروض الكفاية من صناعة وتجارة وعلوم ومعارف، هنا تنتشر الهمم، هنا تنتشر هممنا في حقول العمل الصالح، وكل ميسر لما خلق له. ربي كيتكلم على العمل الصالح يسميه عمل صالح، ما يقولش بنيو الجوامع ولا الزوايا ولا مدارس ولا مستشفيات ولا زراعات ولا عون الفقراء والمساكين والمرضى وإكرام الموتى، امشي بلا حدود. العمل الصالح لا يمكن حصره ولا يمكن اختزال، هذه مسألة مهمة، لا يمكن اختزال نقلا ولا عقلا. العمل الصالح في مجال معين، ما يقدرش يجي واحد مثلا يقول العمل الصالح انك تعاون الفقراء برك، ولا العمل الصالح انك تبني الجوامع برك، ولا تبني المستشفيات ولا المدارس، ولا دير الصلح بين الناس، ولا دير العلوم. والعلوم هنا لا حصر لها، هذا في الفلك، هذا في البحار، علم البحار، البيولوجية، علم الجيولوجيا، هنا تنتشر الهمم. كل واحد واش أعطاه ربي، واش وفق ربي. نقلا عقلا لا يجوز اختزال العمل الصالح في مجال معين. ثم أن أعمارنا وقدراتنا لا يمكن
لا تكفي باش نديروا كل شيء. لذلك كل واحد وين وله ربي سبحانه عز وجل. ربي كي يتكلم العمل الصالح يقول عمل صالح هكذا مطلقا، وكي يتكلم على الخير يقول ديروا الخير. مثلا قرأوا في سورة الحج الآية ما قبل الأخيرة الآية 77، ربي يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال ديروا الخير وما قالش واش نديروا، دير الخير وخلاص. حنا بالدرجة نقولوا دير الخير ونساه، مع المحافظة على كرامة من نحسن إليه. المسألة مهمة في زمن التكنولوجيا وزمن الانترنت وزمن اليوتيوب وكذا، كرامة الإنسان مهددة جدا. وربي قال في سورة الإسراء الآية رقم 70، ولقد كرمنا بني آدم. بنادم عنده الكرامة نتاعو، نعاونوه تعاونوه عادي، ولكن فلنحذر، كرامة الإنسان فوق كل اعتبار. ربي اللي قال ولقد كرمنا بني آدم، وعلماؤنا يقررون أن كرامة الإنسان في آدميته، كونه بنادم عنده كرامة ترافقه حيا وميتا. علاش نقول واحد كي يموت نكرموه ندفنوه ونحافظوا القبر نتاعو عنده حرمة، من إذا كان فاتت سنوات ولا قرون، اللي بغى يحفر باش يبني ولا يحذر. إذا لقى المقابر لقى عظام الموتى، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح كسر عظم الميت ككسره حيا. إذا الآن ربي سبحانه قد ديروا الخير وما قالش واش نديروا. وآيات أخرى يعني في هذا السياق كي يقول في سورة البقرة مثلا الآية 148، فاستبقوا الخيرات. الاستباق ما قالش غير ديروا الخير، قال ديروا الخير ومليح يكون المسارعة، يسارعون في الخيرات فاستبقوا الخيرات. وردت مرتين في سورة البقرة الآية 148، في سورة المائدة الآية 48. إذن كل هذه الأمور تؤدي إلى عمارة الحياة، تؤدي إلى تحقيق القيم لفالور. كاين قيم كثيرة بها نسعد في أسرنا في مجتمعاتنا في أحيائنا. هذه القيم نظرية ولكن أيضا تحتاج إلى أن تترجم عمليا، أن تتحول هذه القيم إلى مشاريع متحركة في المجتمع. ربي قال في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى، وكلمة البر كلمة جامعة لكل خير. ربي قال تعاونوا، أفوس لكفوس تاعكم تزين أتفسوس، تعاونوا. إذن قيمة التعاون ما تبقاش قيمة نظرية، تترجم عمليا عمليا. فإذا اجتهدنا، خطر ما يقدر حتى واحد باش واحد يبني الجامع ماشي وحده، واحد عنده رأي والآخر عنده المال والآخر عنده التخطيط، المهندسين اللي صار شيتاكتو كذا والآخر عنده كذا، لا كل واحد واش عنده. في النهاية اجتمعت الهمم، اجتمعت النيات، اجتمعت العقول والأيدي وصنعت وبنت، تبني جامعة تبني مستشفى تبني حضارة. حتى لا يمكن إنسان يبني حاجة وحده على وجه الإطلاق، الإنسان قوي بأخيه. لذلك ربي قال وتعاونوا، وباش يزرع فينا قيمة الجماعة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ شحال 27 درجة. هذه رواية، رواية أخرى 25 جزء، رواية أخرى ضعفة، يعني ثلاث مصطلحات درجة جزء ضعفة. وش معناتها؟ معناه النبي عليه الصلاة والسلام يزرع فينا روح الجماعة، هذه نترجمها عمليا
في عمارة الحياة وفي تحقيق شروط النهضة وفي البناء الحضاري وفي تحقيق ما يسمى بفروض الكفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الجميع. إذن هذه قيمة من القيم إذا كان ترجمناها عمليا ورانا حققنا بعد آخر للعبادة، المفهوم العام الشامل للعبادة التي أمرنا بتحقيقها في الحياة. الخاتمة، وجميع هذه الأعمال سواء كما اسمه أعمال الآخرة ولا أعمال الدنيا، والدنيا فانية والآخرة باقية والحياة الأبدية راهي لهيه ماشي هنا، الحياة الأبدية لا في إترنال ماهيش هنا راهي لهيه، كين موتو تبدأ رحلة الخلود. هذه الأعمال كلها باش ربي يتقبلها لازم تكون مخلصة له. يقولك العمل لازم يكون خالص ويكون صواب، يكون مخلص يعني خالص لله. ربي قال في سورة الأنعام الآية 162 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والخلاص في الإخلاص. زيد لازم يكون صواب أي موافق للسنة موافق للشريعة. ربي قال في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم تجتمع جهودنا جميعا لتحقيق هذا المفهوم العام للعبادة، وربي سبحانه عز وجل بعد ذلك نسأله أن يتقبل، وباش الرحلة نتاعنا رحلة الخلود تكون رحلة إن شاء الله هنية رحلة سعيدة. ونختم بالآيات الأخيرة اللي جت في سورة الزمر، وسبحان الله هذه الآيات كل من قرأها وكل واحد منكم يقرأها يتفكر هذاك النهاية، هذه هي النهاية. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، وبعدين ما نخليه هذو نروحوا الآخرين إن شاء الله ربي يجعلنا منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم، شوف لو كانت قارن لهيه ما قالش وسيق الذين كفروا بربهم، ما قالش مباشرة قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم تكور مباشرة. أما المتقين ربي قال وسيق الذين اتقوا ربهم إضافة تشريف إلى الجنة زمراء، يعني كيما كنت في الدنيا تتعاونوا تعبدوا ربي كيف كيف وتتعاونوا على عمارة الأرض كيف كيف إلى آخره، هاو ربي جازيكم يدخلكم الجنة جماعات جماعات زمراء زمراء، وهذا فضل من الله كبير. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت ورش، الواو هذه في الإعراب يقول لك واو الحال يعني الأبواب مفتوحة، وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها اسمحوا لي، الخزانة هنا يستقبلون هؤلاء المتقين استقبالا جميلا، مش كما الهيه الهيه استقبال خطير. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، هذا العتاب استقبال قرص تزمى وعرف الزمان تمديث، واش يقول لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يا لطيف، يعني نهاية محزنة كئيبة، ولكن النهاية المفرحة اللي أعطاها ربي سبحانه ووعد بها، ووعد الله حق، وعد بها المتقين اللي سمعتها
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، مرحبا بكم، لا أسلم أنوان، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وعلى بالكم كلمة خالدين هذه حلوة بزاف، معنى اطمئنوا، اتهنيتم الدنيا، اتهنيتم الابتلاءات من الامتحانات، ماشي غير البيام والباك وشحال الامتحان، عمر الدنيا بالامتحانات، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أهل الجنة كي يسمعوا كلمة خالدين يتهناو يفرحوا، يقول تهنينا أربي الحمد لله، واش يقولوا؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. شفتوا النهاية الحلوة؟ وبعدين ربي تفضلا منه قال فنعم أجر العاملين. ما كاش اللي يدخل الجنة بالخدمة نتاعو، ولكن ربي يتفضل على المؤمنين يقولهم الخدمة نتاعكم راهي تلقاوها. قال فا، والفا في اللغة العربية تفيد الفورية، الترتيب، التعقيب مباشرة، فنعم أجر العاملين. العرق نتاعكم، التعب نتاعكم، الطاعات نتاعكم كلها تلقوها إن شاء الله تعالى المخلصة لله راهي تلقوها في دار القرار. آخر آية في سورة الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ثم يقول الحمد لله رب العالمين وحنا نقول الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.